فالأول مرة وباللغة العربية الاستبيان العالمي لتقسيم جفاف العين وتحديد الدرجة بتاعته، هل هو بسيط أو متوسط، وده من الشكوى بتاعتكم فقط أول مرة باللغة العربية على القناة بتاعتنا، قناة دكتور محمد جودة. أهلا وسهلا بحضراتكم. كل فرع من فروع العيون للجمعية الخاصة بي، ففي جمعية أمراض الشبكية، جمعية أمراض المية البيضاء وتصحيح الإبصار، جمعية أمراض الحول، ومؤخرا بقى في جمعية خاصة بتشخيص وعلاج جفاف العين، أبرز العقول العالمية في موضوع جفاف العين، ودول اسمهم تير فيلم أند أوكلر سيرفيس سوسايتي، مجتمع السائل الدمعي وأمراض سطح العين. ودول خبراء كتير من أنحاء العالم بيجتمعوا مرة كل 10 سنين عشان يقولوا إيه الجديد في تشخيص وأسباب وعلاج جفاف العين، وآخر مرة اجتمعوا فيها كانوا في 2017، وخرجوا بكتير من المصطلحات وكتير من العلاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. ومن الحاجات اللي خرجوا بيها إن هم عملوا استبيان للمرضى. الاستبيان ده بيقول بدقة وبالأرقام حالة جفاف العين أخبارها إيه، والاستبيان ده المفروض ان هو بيتوزع على المرضى وبيجاوبوه، وفي الاخر بنجمع عدد النقط اللي المرضى قالوها، بنقول بقى الجفاف بتاعنا ده هل شديد قوي ولا متوسط ولا ان شاء الله بسيط. تقدروا تفتحوها دلوقتي من على اللينك اللي انا بعته لكم وتتفرجوا عليها. هو عبارة عن 12 سؤال، والاسئلة دي بيقول لك هل انت بتحس بيها كل الوقت، فتكتب مثلا فوقيها رقم 4، ولا بتحس بيها اغلب الوقت الشكوى دي فتديها رقم 3، ولا بتحس بيها نص الوقت فتكتب رقم 2، ولا بتحس بيها بعض الوقت فيبقى السكور بتاعك 1، ولا ما بتحسش بيها خالص فتكتب 0. هم عبارة عن 12 سؤال. فأول سؤال خالص بيقول لك هل العين حساسة للضوء؟ السؤال اللي بعديه هل بتحس بحكة في العين حساسة للضوء، يعني انت الضوء لما يجي على عينك كده ما تعرفش ان انت تستحمل النور. والسؤال الثاني هل بتحك في العين؟ هل في ألم وجع مش حرقان في العين، هل في ألم في العين؟ هل في عدم وضوح في الرؤية، يعني الرؤية بتزغلل شوية؟ وتاني حاجة هل في ضعف؟ هنجاوب من أول رقم 4 لحد رقم 0، والأسئلة دي لازم تتجاوب، فأنت هتجمع حط دايرة حوالين كل حاجة أنت جاوبتها، وفي الآخر اكتب هنا الرقم اللي أنت جمعته في القسم الأول ده كام. الحاجات التانية بقى دي يعني هو كاتب لك أهو برضه من أول 0 لحد 4، بس جايب لك هنا علامة كده، الحتة دي معناها ان انت ممكن ما تجاوبش، يعني هنا دول لو انت ما مرتش بالتجربة او ما عندكش خبرة في الموضوع ده ممكن تسيبها فاضية ويبقى السؤال ده انت ما جاوبتش عليه. فهو بيقول لك والله الشكوى بتاعتك اللي في عينك دي عملت لك اعاقة في الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي ولا لا. اول حاجة قايل عليها القراءة، هل مثلا جيت تقرا فما عرفتش ان انت تقرا؟ رقم 2 القيادة بالذات بالليل، والله جاي تسوق فالجفاف بتاع العين اللي عندك ده أثر على الشكوى على السواقة بتاعتك ما بقتش قادر تسوق ولا لا، برضو نفس الموضوع طول الوقت أغلب الوقت نص الوقت بعض الوقت ما فيش خالص. لو واحد يقول لي يا دكتور والله أنا مش بقرأ مش بسوق عربية، هقول له خلاص ما تجاوبش، دي ممكن الاختيار ده ما تجاوبوش. استخدام الكمبيوتر والشاشات الإلكترونية، حتى في النسخة الإنجليزية كان بيقول لك شاشة الـ ATM، يعني أنت جيت تستخدم الشاشة بتاعة الـ ATM الضعف النظر اللي عندك والجفاف اللي عندك أثر عليك، ما بقتش عارف إن أنت تشوف الشاشة بتاعة الكمبيوتر ولا شاشة المكنة بتاعة البنك. آخر حاجة مشاهدة التلفزيون، الحاجات اللي أنت طبقتها واختبرتها في آخر أسبوع أو آخر أسبوعين إديها السكور بتاعها، والحاجات اللي أنت ما طبقتهاش أو ما تعرفش فما تجاوبش عليها خالص. آخر 3 أسئلة، هل أنت في الأجواء دي حسيت بأي تغير أو أي مشاكل في العين؟ الأجواء دي اللي هي عبارة عن إيه؟ رقم 1 الأجواء المتربة أو الرياح، فلو في رياح وأنت تعرضت ليها وجو مترب وضايقك تقدر تجاوب على السؤال ده. رقم 2 الأجواء الحارة الجافة، ومعروف إن لما تكون الرطوبة بتاعة الجو قليلة يعني جو دراي جو جاف ده بيأثر جدا على جفاف العين، على العكس لما يكون في رطوبة عالية وفيها في مية محملة في الهواء كويس للعين والجفاف العين. اخر حاجه اماكن بيها تكييف، يعني انت لما قعدت في مكان فيه تكييف وتيار الهواء جه على عينك اثر على عينك ضايقك، برضه نفس الموضوع. واحد يقول لي يا دكتور والله انا جمعت الارقام بتاعتي اعرف منين بقى السكور بتاعي ان انا عندي نسبه جفاف بنسبه كذا في الميه؟ والله هقول له بسيطه، شايفين الورقه الثانيه دي احنا هنطبع الورقتين. طيب الرقم اللي احنا طلعناه انا يفترض مثلا انا جاوبت على 10 اسئله والرقم بتاعي طلع 30، السكور بتاعي طلع 30، فعشان احسب النسبة المئوية بتاعتي بتاعت جفاف العين والله بشوف بقول 30 في 25 واقسمهم على عدد الاسئلة اللي انا جاوبت عليها، يبقى 30
في 25 يعني 750 عدد الأسئلة اللي أنا جاوبت عليها هي 10، يبقى الرقم بتاعي أو السكور بتاعي 75. روح أشوف بقى هنا على ال 75 أهو، شوف هناك هو جايب لي إيه عدد الأسئلة اللي أنت جاوبتها والسكور بتاعك، يدي لك أنت في أي مرحلة بالظبط. كل ما تبقى هنا كل ما تبقى الأمور شديدة. طيب واحد يقول لي يا دكتور طب أنا هعمل إيه بقى بالكلام اللي أنا قلت له عليها؟ أقول له الموضوع بسيط خالص. هو هنا في الجدول الملون ده بيقول لك والله انت جاوبت سؤالين، جاوبت ثلاثة، جاوبت أربعة، جاوبت من أول اتنين لحد 12. أنا قلت إن أنا جاوبت 10 أسئلة وقلت السكور بتاعي 75. لا، لو أنا جاوبت على 10 أسئلة والمجموع بتاعي 75 يبقى أنا ناحية الجفاف الشديد. والله كانت دي معلومة إضافية، لو حد استفاد بيها أوكي، ما حدش استفاد بيها فهو ما خسرش حاجة، بس دي حاجة ساينتفك، حاجة علمية موجودة على الإنترنت، قلت إن أنا أعمل خدمة لحضراتكم ونقدمها باللغة العربية. هتلاقوا في الديسكريبشن ملف موجود فيه الأربع ورقات، ورقتين بالعربي وورقتين باللغة الأصلية وهي اللغة الإنجليزية. أتمنى الفيديو يكون فات حضراتكم، وقولوا لي أنتوا الجفاف بتاعكم في أي مرحلة لو طبقتوا الموضوع ده على نفسكم. كان معكم دكتور محمد جود، أتمنى أشوفكم في صحة وسعادة، مع السلامة.